اهلا بحضراتكم معانا، وخلوني ارحب في البدايه بضيوفي الكرام الدكتوره ساميه خضر، استاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس، والصحفيه شيرين حاتم صاحبه مغامره شهيره في مكاتب الزواج، والمحامي سامح سليم المتخصص في الاحوال الشخصيه. منورنا. شكرا. في البدايه نبدا، شيرين انت رحتي مكتب جواز؟ طب يا بختك في الاول، يعني احكي لي تجربتك، عملتي ايه؟ هي البداية ان انا كنت كصحفية بغطي صحفية حوادث، بغطي يعني الحوادث الناتجة عن في مديرية امن القاهرة. لاحظت تعدد بلاغات نصب بيشتكوا فيها مكاتب زواج. بيبقى اهالي مثلا ضحية بنت بيقولوا احنا بنتنا اتجوزت والراجل ادانا تليفوناته وبنتصل بيه مش عارفين نوصل له خالص، ف بيجي الامن يدور على مكتب، طب انت اتجوزتي منين؟ من مكتب زواج فلان، يدوروا عليه يطلع مكتب متأجري. فبلغت رئيس تحرير قلت له مكاتب الزواج ده محتاجين نعمل عنه تحقيق صحفي. قال لي لو عملنا عنه تحقيق هتخوضي انت التجربه بنفسك. قلت له ازاي؟ قال لي تروحي وكانك انت عروسه وكده توافقي. قلت له اوكي. فخدت فعلا التجربه ومسكت جريده اعلانيه مش شهيره يعني. لقيت فيها مكاتب زواج كتير جدا. اخترت حاجة يعني في منطقة شعبية شوية عشان اعرف اضحك عليهم. انا حسيت ان ايه لو روحت مستوى عالي ممكن معرفش اضحك عليهم. لقيتي مكاتب زواج مثلا في جاردن سيتي في الزمالك؟ لقيتي لا، لقيت في مدينة نصر، في مصر الجديدة، في فيصل والهرم. أوكي. فاخترت ان انا اروح مكاتب في فيصل. ورحت هناك ولقيت واقفين بنتين محجبات هما اللي واقفين. قلت لهم انا عايزة اعرف هنا عايزه عريس يعني فاعمل ايه؟ قالوا لي بتجيبي لنا صوره بطاقتك وبتجيبي صوره شخصيه وبتعملي استماره معانا. فقلت لهم طب ازاي؟ قالوا لي بتدفعي 180 جنيه. فقريت الاستماره لقيت مكتوب اسمك، مواصفاتك اللي مطلوبه، الشروط اللي انت طالباها، ولازم صوره شخصيه. فقلت لهم طب انا ممكن اخد الاستماره دي املاها وابقى اجيبها لكم؟ قالوا لا، ده حضرتك بتمليها وانت واقفه وبتدفعي الفلوس يعني. فقلت لهم طب افرضوا انا ما لقيتش طلبي؟ قالوا لي لا، ده احنا بنتصل بيكي مره واثنين ولازم قلت لهم طب وروني نماذج يعني، ادوني صور اشوف كده نماذج من المواصفات اللي انا عايزاها. قالوا لي لا، مفيش صور رجاله. ويكوني حاطه عين خضراء وشعر اصفر فين؟ في الابلكيشن. لا لا خالص. انا قلت لهم معايا ولد وبنت ومطلقه وعايزه اتجوز تاني يعني. فقالوا لي بس لا، ما فيش صور عرسان بتشوفيها. قلت لهم ازاي انتوا طالبين صوره ليا يعني، فازاي اشمعنى؟ قالوا لي لا، اللي انت بتقعدي معاه مره واثنين وزي ما انت عايزه وتختاري بحسب شخصيته ووظيفته وظروفه. فطبعا حسيت ان دي فيها اهدار لكرامه المراه برده شويه، ان ياخدوا صور البنات انما ما بتشوفيش صور رجاله. فقلت لهم اوكي، ومريت الاستماره ودفعت 180 جنيه. طبعا هي الاستماره مش ثابته اسعارها من مكتب لمكتب يعني، دفعت من منطقه لمنطقه كمان. ومليت الاستماره وقلت لهم طب دلوقتي امتى هتتصلوا بيا؟ انا ليا شروط معينه. قالوا لي انت عايزه ايه؟ قلت لهم انا عايزه ساري عربي لاني عايزه اسافر. وقالوا لي طب انت عايزه مقيم ولا مش مقيم؟ متجوز او مطلق؟ ايه بالظبط؟ فقلت لهم اي حاجه، المهم يكون غني. فقالوا لي كل ده موجود بس سيب لنا فرصه كده كام يوم هنتصل بيكي. وفعلا اتصلوا بيا بعديها باسبوع وقالوا لي اتفضلي احنا محتاجينك تشرفينا، هتقابلي واحد يعني يعني واحد خليجي وتشوفيه. طبعا حضرت وقتها نفسي وبلغت رئيس التحرير وبلغت جوزي ووصلني وفضل تحت عشان برضو اي استعدادات يعني. وقابلته طبعا عمال يتكلم اسمك ايه ولادك ايه. كان عمره قد ايه؟ هو في اواخر الاربعينات كده، في اوائل الخمسينات، مش كبير قوي يعني. وبعدين ابتدى بقى يعني. انت قلتي ان انت قلت لهم ان انت مطلقه؟ قلت لهم ان انا مطلقه ومعايا ولد وبنت. تمام. فابتدى هو يسالني عن ظروفي، دي مطلقه فعلا؟ طب وولادك؟ لا دول في عيوني، دول مش عارفه ايه. وشروطك انت؟ كنت انا طالبه وطلبت بقى، ابتديت اتكلم قلت له يعني انت مستعد تكتب لي 100,000 جنيه مؤخر؟ انت مستعد تديني 100,000 مهر؟ وقال لي مفيش مشكله ونتفاهم وكده مفيش مشكله. قلت له بس انا عايزه شقه باسمي. قال لي بصي يعني هناخد شقه ايجار في الاول وبعد كده، ده الكلام ده بعد يعني ما اتكلمنا كتير يعني. شقه ايجار في الاول وبعدين بعد شهر او اتنين كده ابقى اجيب لك شقه باسمي. فطبعا خدت منه الكلام اوكي. فبعد كده قعدت مع صاحب المكتب. فقال لي رايك؟ قلت له والله مش مقتنع قوي يعني. فقال لي لا بس انا شايفكم كنتوا منسجمين مع بعض وهو راضي ومش عارفه ايه، وشوفي امتى بقى يجي يقابل اهلك يعني. ف
فاضطريت بقى يتصلوا بيا بالتليفون. بس صاحب المكتب ده كان قعدتي معاه حسيتي ان هو حد متعلم ولا انا في الاول البنات اللي كان بيعملوا ابلكيشن بنتين محجبات وعاديين جدا شكلهم بياخدوا يعني فلوس على شغلتهم دي. صاحب المكتب لساعه المقابله كان هو موجود وهو شكله كان عادي يعني ما كانش يعني راجل شكله متعلم لا اه لا كان متعلم بس عادي يعني طبقه متوسطه يعني شكله مش متعلم قوي يعني وحاول يتصل بيا اتصل بيا كذا مره على اساس ان هو يطلب بيقول لي طب اقعدي معايا تاني او كده قلت له لا انا اصلا مش مقتنعه قال لي طب انا هشوف لي غيره او كده يعني وهو موافق على شروطك كلها طب انت مش عاجبك فيه ايه انا قلت له لا انا ما حاولتش بقى اكرر التجربه تاني لان رئيس التحرير كان حذرني قال لي خلاص بقى لغايه هنا وستوب لان ما تعرفيش الخطوه الجايه ممكن يكون في بقى عقود ويبقى في جواز يعني اضطريت ان انا اقف عند الخطوه دي للاسف وعملنا كملنا التحقيق بقى ان خدت راي دكاتره علم اجتماع ومصدر امني اللي اكد لي ان مفيش اي مكتب زواج لي بمناسبه دكاتره معنا الدكتوره ساميه دكتوره تعقيبك ايه على اللي اتحكى دلوقتي وعلى التقرير وعلى عمرو اللي كان معايا تحليلك ايه اللي بيحصل ده؟ بشكركم انكم تعملوا حاجه زي كده لانه الحقيقه احنا محتاجين ان احنا نوعي المجتمع يعني انا بشكركم فعلا ان احنا محتاجين ان احنا نجيب المشكلات اللي بيقع فيها ناس كتير وما بيحسوش وما بيعرفوش وبعدين بعد كده المشكله بتبقى مركبه المشكله بتاع المشكله صحيح. يعني بالتاكيد طبعا انه يعني الحقيقه هي راحت بمنتهى الشجاعه لكن كانت طبعا جوزها عارف والرئيس التحرير عارف والكلام ده كله انما عايزه اقول انه قال جزئيه مهمه جدا قالت لك ما فيش مكتب عنده مصداقيه هو مش بس كده ده ما فيش مكتب سمعنا انه الشرطه منعته ما فيش مكتب سمعنا انه ده ممنوع مفيش مكتب إلا بيعمل إعلانات في الجرائد وجرائد معروفة ومشهورة ومع ذلك بتترك وكأننا إحنا بنعمل فخ ومطب للناس الموجودة فدي الحقيقة عملية في منتهى الخطورة ومحتاجين الحقيقة إن إحنا نتابعها ومحتاجين إن إحنا نقف عندها لأنه الجواز ده مودة ورحمة الجواز مش تجارة بس دكتور ايه اللي يخلي مجتمع زي المجتمع المصري يتجه للمكاتب دي هو بالتأكيد ان هي مش عملت ولا هنقول بقى يعني عنوسة البنت ولا عنوسة الولد ولا الكلام ده كله لانه مش معقولة ان احنا في القرن 21 وبعد ما البنت تعبت وتعلمت والبنت اشتغلت والبنت بقت قوة اقتصادية تروح تبحث في مكتب ما تعرفش ورائي ما تعرفش اللي جواه ده من البنات او من الذكور او من الدول الاخرى ما تعرفش ورائي فدي عملية في منتهى الخطورة منتهى الخطورة احنا عايزين نفتح الاذان ونقول يا جماعة ده دي عملية فيها كثير من الانحرافات وكثير كمان من السرقة وكثير من يعني احتلال الفكر الانسان المصري الانسان المصري المفروض ان هو يضيع وقته في حاجه اكتر من كده واهم من كده ما ينفعش سيده شيرين مثلا راحت المكتب وقعدت مع ثري عربي وطلبت الفلوس اللي هي عايزاها عمرو اللي كان معايا من شويه دفع الواحده 20000 جنيه والزوجه الثانيه دفع لها 5000 جنيه فالموضوع كله على بعضه شكله ليه علاقه بال يعني حتى اللي احنا رحنا صورنا تجارة. معاها قالت جمله كده قالت انه احنا بنجوز الناس لبعض حتى لو كان عرفي وقالت بين قوسين الجمله الشهيره اصل العرفي حلال اللي هو زي ما احنا دايما كل الناس اي حد بيعمل حاجه غلط فحليل هيقول اصل ده حلال فدي كمان كارثه غلط بتعملها بتقول حلال علشان طبعا تحلي البضاعه ما هي بضاعه ما هي سرقه يعني عمرو ده اللي اتجوز مره وجوز اتنين وبفلوس والبنت ولا اللي شافها دي اختفت بعد كده من حياته يومين واختفت وانا بساله بقول له طب ومراتك قال لي يعني لا هي عمليه طبعا فيها متعه وليست فيها فعلا الحياه الزوجيه الكريمه صحيح. للرجل والمراه ما هو صحيح. عنده اربع عيال ورايح يتجوز تاني فده طبعا واحد يعني بيلهو هو طبعا بيقول بيشتغل في تجاره حاجه كده فهو يعني معاه قرشين عايز ان هو يعني يصرفهم على ايه؟ يصرفه على نفسه
وبدل ما يصرفهم على الأربع أولاد أربع أولاد. صحيح. طب سامح مشروعية المكاتب دي؟ أنا مبدئيا شايف إن المكاتب دي ما بتاخدش تراخيص، ما بيكونش في أي تراخيص صادرة من جهات أمنية أو من وزارة التضامن الاجتماعي، كلها مجرد إعلانات وهم خالص، ملهاش أي أساس من الصحة، زي إعلانات موجودة في التلفزيون لعقاقير أو ما شابه يعني. فمكاتب مش حقيقية، والفكرة حتى مش مقبولة. يعني فكرة الخطبة اللي كانت موجودة زمان عشان المجتمع كان مقفول، كان البنت ما بتخطبش، وكان برضو كان عائلات يعني، حتى فكرة الخطبة زمان كان عائلات، ما كانش الموضوع كده. لكن هي دعارة بس في شكل مكتب وشيء يعني إلى حد ما مقنن، وهو فعلا مش مقنن. يعني زي ما قالت الدكتورة، ما سمعناش عن مكتب اتقفل أو مكان مثلا الشرطة دهمته لأن في مخالفات أو في حاجة، ده ما حصلش خالص. كلها موجودة بكل يوم بشكل يومي في جرائد كبيرة وجرائد مشهورة، مفيش أي رقابة عليها، الدولة ما بتراقبش، مفيش أي تراخيص، مع إن هم بيكتبوا إن هم مرخصين وده مش حقيقي، مفيش أي تراخيص بتصدر من وزارة التضامن أو أي جهة تانية للمكاتب دي، ويعني وتشرع العمل هم بيقوموا. ومشروعية العقود بقى اللي بتتم داخل المكتب، هو مبدئيا يعني بعيدا عن ان الجواز العرفي حلال او حرام، عشان كل واحد بيشوف من وجهة نظره، في ناس تقول طالما اهلي عارفين او الاهالي عارفين فانا ما عملتش الاشهار الكبير مش مشكله. احنا بنتكلم قانونا بقى، يعني المحكمه او الزوجه قدام المحكمه هتخسر كتير او هتخسر كل حاجه تقريبا بعقد الزواج العرفي اللي هي هتبرمه ده. الناس بتقول انه بيبقى موثق، انت وثقتي تمام، بعد كده حقوقك اللي هي كزوجه، يعني لو حصل طلاق او الشخص ده ما لقيتهوش فجاه او اي شيء، مش هتقدري تاخدي اي حق الزوجه في ماكل ملبس مسكن حتى مؤخر الصداق، كل الحقوق دي المحكمه مش هتقبلها اساسا. خد بالك انه المحامين، وعذرا ليك يعني، دايما متهمين ان هم اللي بيوثقوا العقود دي، هم اللي بتتكتب في مكتب محامي، يقول لك ده عقد مكتوب عند على يد محامي، وكأن المحامي ده هو المأذون. لا طبعا، هو يعني القانون حدد مين اللي هيبرم العقود دي وهيوثقها، هو المأذون، وفي لائحه مأذونين، فمفيش حاجه اسمها محامي يكتب عقد زواج. هو بيبقى الاشخاص الثلاثه بقى مترادين، الزوج والزوجه والمحامي مشترك معاهم في القصه دي. فده ما يعني سوري ما يتقالش عليه محامي، يعني ما ينفعش محامي يعمل شيء اساسا غير قانوني او غير مشروع بشكل ده. عذرا، ده زميل زميل، بص حافظت عليه، مهما كان هو زميل طبعا في الاول وفي الاخر، لكن هو يعني ما ينفعش يكون ده المسلك. يعني انا لما بيجي لي حتى دعاوى فيها مشاكل بين زوج وزوجه بشكل عادي، قبل ما برفع دعوى من واجبي او يعني بيحتم عليا كده المهنه اللي انا اشتغلتها، ان انا يعني ابصر الزوجين عليكي ايه وعليكي ايه وليكي ايه وعليك ايه، ولو حصلت مشاكل هيحصل ايه. فبنحاول ننهي الموضوع بشكل ودي قبل حتى ما يلجأوا المكاتب التسويه، لان هي المكاتب التسويه بتبقى شكل، مجرد شكل، ما بتحلش برضو شيء. ففي البدايه اجراء قانوني يعني عشان خاطر ارفع الدعوه فلازم اعمل مكتب تسويه، لكن ما حدش بيحضر قدام مكتب التسويه، ومكتب التسويه زيه زي اي شخص، هو عايز يخلص ورق يعني يرتب ورق ويستفه ويوديه للمحكمه، بحيث المحكمه هي اللي هتقضي في الاخر. دكتور هرجع لك تاني، عايزاك تحللي لي الامر بعين عالم الاجتماع، يعني حلليه لي بشكل اكتر، بشكل اكبر. هو بصي، احنا عايشين على الارض، مش عايشين في السماء. يعني احنا مش عايشين في جنة، فهناك جرائم كثيرة يعني بتحدث تحت مسمى الزواج، تحت مسمى البحث عن أمور يعني يتلهى فيها الرجل، يغير شوية في حياته، فدي كلها أنا بعتبرها الحقيقة انحرافات، وبعتبرها أن هي يعني خروج عن المألوف، وخروج عن القواعد، وخروج عن القيم. وزي ما في ناس بتفتح مثلا اي مكاتب، وبتبقى المكاتب دي مش حقيقيه، بتبقى يعني تحت مسميات مختلفه، ويحطوا برضو يعني احيانا دعوه ظريفه، يحطوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يحطوا ايه، ده كله بيضحكوا على الناس. انا الحقيقه بقول ان الاسر المصريه تكون واعيه لذلك، بقول للبنت المصريه ما ينفعش انك انت بعد ما وصلتي للمركز ده، وبعد ما وصلتي للمرحله دي، وبعد ما اصبحتي ليكي دور، وبعد ما اصبحنا بنقول المراه في البرلمان، والمراه وزيره، والمراه سفيره، والمراه المدرسه، والمراه المعيله، بتشيل بتحط بتعمل، ما ينفعش انها تروح تبيع نفسها في احد مكاتب الزواج عشان تبحث عن زوج
سري او جاي من الخليج زي ما سمعنا كلام الصحفيه الشابه او انها تبحث عن بعض الفتيات من الجنيهات. ما ينفعش احنا عايزين نقول للمراه بالذات تحافظ على سمعتها وتحافظ على يعني تكوينها وتحافظ على مكانتها. نحن الان في القرن 21 مش ممكن تروح تبيع نفسها، لان ده انا بعتبره زي بالظبط تجاره الاعضاء اللي بتحدث في بعض الاماكن صحيح. زي تجاره الاطفال، زي اطفال الشوارع. فدي برضو الحقيقه يعني مرض من الامراض اللي ابتلى بيها المجتمع. بس انا بحمل الشرطه لانه ده خروج على المألوف، لابد ان تكون تحت عيون الشرطة. الشرطة ولا منظومة القيم في الأسرة المصرية اختلف؟ بس أيوة، طب ما هو الناس في ناس بتسرق وفي ناس بتروح تقول لا ده في هنا قنبلة، وفي ناس ما بتعملش يعني هناك من يتحرك ويكون له دور ويكون له إرادة وما بيتركش الأمور كده يعني بشكل سلبي، وفي ناس ما بتتحركش. فإذا لا، أنا بقول ليه الشرطة؟ لأنه أنا ما أتركش الأمراض تتفشى والفيروس يتفشى وبعدين أرجع تاني أقول أين الأسر. ما هو في برضو بوسطاء وفي بعض للأسف اللي ربنا ما ادهمش القدرة على أنهم يتحكموا في أسلوبهم وإرادتهم وتفكيرهم. واحد راح يدفع 5,000 وبعدين يدفع 2,000 وبعدين يدفع 20,000 عشان يضيع وقته ويضيع دي كلها الحقيقة عمليات لابد أن تكون تحت رقابة القانون. والدولة يجب أن تكون واعية لذلك. صحيح شيرين، قيمي لي كده دور الإعلام في القضية دي، هل هو بيساعد ولا بيقلل؟ عايزه قبل ما اقول لك دور الاعلام، انا تعقيبي يعني في التحليل اللي عملته، كنت سالت مصدر امني عن مكاتب الزواج دي، انتوا فين منها؟ فقالوا لي مكاتب الزواج هي دي في الاول وفي الاخر يا اما حاجه من الاثنين، يا اما سبوبه بيجمعوا بيها او يعني بزنس بيجمعوا بيها ثمن الاستماره وبياخدوا عمولات عن الزواج فعلا، يعني لما صاحب المكتب بيبقى بيستفيد عموله لو زوج اثنين، او بيبقى في طريق نصب او حاجات تانية زي الدعاره يعني. بقوله طب انتوا فين؟ بيقول لي احنا مالناش دعوه لان مفيش ترخيص، احنا ما بنديش اي ترخيص لاي مكتب زواج ولا حتى وزاره التضامن الاجتماعي زي ما استاذ قال. بس احنا كلهم بيقولوا ان هم معاهم ترخيص، بس ما مش حقيقي، مفيش اي ترخيص من اي جهه امنيه او اي وزاره موجوده في مصر. انما هم بيبقوا تحت اعينهم فقط اذا وقعت جريمه. يعني المكتب اللي احنا رحنا صورنا معاه قالوا انه صاحبه لواء متقاعد. لا بس هو مش حقيقي، مفيش حتى لو في صاحبه هو لواء متقاعد مفيش اي ترخيص يوجد، يعني خليهم يوريك ترخيص مفيش. انا ده كلام موثوق منه من جوه مديريه امن القاهره. فامتى بقى هم بيلتفتوا لظاهره زي دي؟ لو وقع عنها نصب او دعاره، ساعتها يتوجه الامن للقبض على اصحاب هذه المكاتب. غير كده ما بيتوجهوش خالص. الاعلام بقى دوره ان هو فعلا، انا شفت ان الموضوع ده فعلا فيه اهانه واهدار كبير قوي لكرامه المراه. بيتم عرضها كسلعه في الموضوع ده. يعني حتى انا وجعني جدا لما بيقولي ما فيش صور للرجاله انتوا تقعدوا معاهم. احنا عايزين نتفرج، اشمعنى هم يتفرجوا؟ صح يا دكتور؟ لا هو بجد، لا انا حسيت ان هي سلعه، فالبنت كده بتقلل من نفسها. وبعدين ده طريق محفوف بالمخاطر، يعني حتى لو فعلا في يعني في مكاتب بتسترزق من الموضوع ده وفي زيجات بتنجح، المخاطر واللي بتقع عنها اكتر بكتير من منافعها، فبلاش منها خالص. الخطوه دي نلغيها خالص. ودور الاعلام ان هو فعلا يوجه، يعني احنا لما عملنا التحقيق ده عشان نوعي البنات ونوعي الاسر ان في مكاتب الزواج دي خطر. يعني هم يعلموا اولادهم ازاي يوعوا الكلام ده. كل ما تسلطي الضوء على الظاهره، كل ما بالاعلام، كل ما تقدري تحدي من الخطر الناتج عنها. صحيح. يعني البنت في الجامعه، البنت في العمل، البنت في المؤسسات المختلفه، البنات في الشارع ماشيين ورافعين دماغهم، البنت بتقود، البنت بتدير. فما ينفعش ده، احنا لما بنيجي نتكلم على الزوجة بنقول الحكومة، لما نيجي نتكلم على البنت بنقول الوردة الجميلة اللي في البيت. صحيح. فمش معقولة أبدا بعد كل ده. بس احنا بنزعل يا دكتور من كلمة الحكومة دي، كلمة بتزعل قوي. بالعكس معناها ان انا المدير وزارة الدولة. طب كويس، خد كده. لكن طب سيادة المحامي بقى قول لي، يعني الثغرات اللي في القانون، هل هناك ثغرات في القانون بخصوص يا فندم؟
وخصوصا العلاقات اللي بتتم داخل المكاتب دي، ثغرات في القانون. والله هو اغلب الحالات وفقا للي سمعته كلها بتتم زواج عرفي، يعني حتى في البدايه لما شخص بيروح بيبقى لو افترضنا ان هو حسن النيه زي المثال اللي جه في التقرير، هو شخص رايح عشان يتجوز جواز عادي جدا شرعي، مع الوقت بيكتشف ان الشيء بقى عرفي في الاخر او البنت. طبعا هو الخطوره اللي بتبقى اكبر بتبقى على البنت، فما فيش اي شيء هتستفيد منه من اللي هيحصل ده خالص، كلها خساره. يعني يمكن الراجل هيخسر فلوس لكن هي هتخسر كل شيء، هي بتخسر كل حاجه، ما بتاخدش اي حاجه خالص، ما بتاخدش اي حاجه خالص، لا 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 ماديا في الوقت اللي بيتم فيه اللي اسمه زواج، ولا بعد كده. ويمكن ممكن بعد كده كمان لو ما خدتش ورقه او اي شيء مثبوت بالكتابه مش هتعرف تثبته خالص، ولو نتج عنه طفل لا قدر الله هيبقى المصير اصعب واصعب. هي هتحتاج بقى تثبت كل ده قدام المحكمه، وده طريقه طويل جدا وصعب جدا عليها، وخصوصا انه بيبقى عقد عرفي وفي الغالب ما بيكونش معاها ورقه او حتى صوره او حاجه من الكلام ده. بس قول لي، اذا حتى معاها ورقه بتقول انها متجوزه عرفي، ايه الحاجات اللي تعرف تثبتها وايه الحاجات اللي ما تقدرش تثبتها؟ يعني ايه الحاجات اللي الست ممكن تفقدها لو اتجوزت عرفي؟ لو اتجوزت عرفي الزوجه بس، يعني لو ما فيش اطفال، هنفترض المثل الاول، الزوجه تقدر هترفع دعوه حاجه من الاثنين، يا اما تطليق يا اما فسخ، تمام؟ يعني القانون اجاز ده لو معاها الورقه. ده لو معاها الورقه. لو معهاش الورقه مش هتقدر ترفع اي حاجه خالص، هتثبت بقى في حاله وجود الطفل، لان القانون ادى الحق ده لوجود الطفل بس، لكن الزوجيه خلاص هي كده فضلت معلقه، مش هتقدر تثبت هي كانت متزوجه الشخص ده حتى لو بشهاده الشهود او شيء. هي تملك ممكن لو في محضر شرطه يعني في كلام او شيء رسمي، تخانقي معاه ودبي معاه خناقه واضربيه واعملي له محضر مثلا. فانا عملت في تاريخ لاحق محضر شهود، فممكن اقدمه مع شهاده شهود، المحكمه ممكن تاخد بالكلام ده بحيث انها تثبت، بس مش في دعوه زوجيه. يعني هي مش هتقدر ترفع دعوه زوجيه عشان تاخد نفقه زوجيه او اي شيء، ملهاش الحق. لا، هي هتثبت ان في زواج عشان يا اما تتطلق يا اما تفسخ عقد الزواج، لكن اي حاجه تانية مش هتقدر تاخدها او تستفيد منها. تمام. في وجود اطفال هتثبتهم بطرق من ثلاثه، يا اما حاله الفراش، يعني الزوجيه تكون قائمه لحد بدء الحمل، او الاقرار، الراجل ضميره صحي فاقر ببنوه هذا الطفل. تمام. البينه بقى وهي شهاده الشهود، ده القانون اجازه عشان خاطر حق الطفل، حمايه للطفل مش الزوج. لا، مش للزوج. الزوجه في البدايه هي تملك حاجتين، وان التطليق او الفسخ، غير كده هي مش هتملك اي شيء ولا هتقدر تستخدم التطليق او الفسخ في حاله انها معاها بس الورقه. معاها بس الورقه. تمام. دكتوره ساميه، لازم تقولي كلمه لكل الستات والامهات والاباء في حياه كل الاسره المصريه. انا اعتقد انه بجد يعني حاجه مهمه جدا جدا ان احنا نلقي الضوء على هذه المكاتب، هذه المكاتب التي تسرق الحياه وتسرق الشرف وتسرق الانسان من نفسها، وايضا تنشر الفساد والافساد داخل المجتمع المصري. الحقيقه انا شايفه انه البنات لو فعلا يشاهدوا هذا البرنامج لن يكون هناك أبدا أي يعني محاولة لدخول تلك المكاتب المشبوهة التي تكلمت فيها شيرين وقالت دي في دعارة، وتكلم الرجل وقال إن الست سرقته ومشيت، وتكلم آخر وتكلم كثيرون عن هذه المبيقات التي تحدث داخل تلك المكاتب. فيعني أنا بشكركم الحقيقة مرة تانية إن أنتوا تشيروا وتلقوا الضوء على هذه الأمور الخطيرة داخل المجتمع، والمفروض إن احنا نستأصلها من جذورها. شيرين، بعد اللي شفتيه تحبي تقولي إيه لكل الناس اللي بتشوفك؟ أنا أبجه نصيحتي للبنات يعني البنات المقدمين على الزواج إن هم ما يسلكوش الطريق المكاتب، لأن فعلا هو طريق محفوف بالمخاطر أكتر من منافعه بكتير. صحيح. فبلاش منه أحسن، أثروا الطريق على نفسه. إحنا في الحقيقة بقى بنطلب من وسائل الإعلام تحري الدقة والخلاصة كده، إن إحنا قدام ظاهرة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. مكاتب الزواج المفروض إنها بتسهل الزواج وبتساعد الراغبين إن هم يتجوزوا، لكن الحقيقة إنها بتسهل أشكال مشوهة من الزواج، أنواع محرمة من العلاقات، بتساعد على انتشار الزواج العرفي وزواج المتعة والمسيار. مكاتب الزواج في بعضها ممكن يقول إن هو كويس وبيراعي ضميره، لكن كتير منها مجرد ستار الأعمال بيرفضها المجتمع. من خلال تحقيقنا في القضية نقدر نقول لكم وبضمير مرتاح إن في مافيا لمكاتب الزواج، في 5 أو 6 مسيطرين على تراخيص مكاتب الزواج إذا كان هناك تراخيص، وللأسف منهم أشخاص يحملون صفة لواء سابق
لأن طبعا تراخيص مكاتب الزواج بتصدر من الجهات الأمنية. الحل في الرقابة الدقيقة على مكاتب الزواج مش في قفلها. الحل إننا نشجع المكاتب الكويسة ونساعدهم يحلوا مشاكل العنوسة إذا كان هناك حل يعني، ونحاسب المكاتب اللي بتستغل بنات وشباب مصر في طرق أبعدها من إنها تكون حلال أو حتى لي علاقة بالشرع. أشوفكم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، هيكون عندنا مفاجآت كبيرة جدا، انتظرونا والباب مفتوح، ومن هنا للجمعة اللي جاية دايما أشوفكم على ألف خير. تصبحوا على خير.